السلام عليكم الخوت الحباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديروا واحد الرياكشن اللي صراحه ما كنتش ناوي على هذا الفيديو هذا، يعني جا على غفله. كما كتعرفوا كاع سعد مجرد خرج واحد الاغنيه اللي هي زوينه بزاف، نادي يا الله. اليوم علاش لا قلنا نديروا هاد الرياكشن ديالها ونكتشفوها جميع كاملين ونتفرجوا لها ونكومونطيو عليها. خليكم معايا. بون فوالا، كما كتشوفوا دابا رحنا سيو يوتيوب. اصلا غير باش نقول واحد القضيه، راها في طوندونس، غادي نمشيو هنايا نلقاوها، راها مكلاسيه لا دوزيام في طوندونس. فوالا غادي ندخلوا لها. الله ما يجيناش داك الاشهار نتاع الدوالي. مزيان ما خرجنا لا اشهار لا والو. فوالا غادي نكبروا بحال هكا، نديرو بلاي. نادية الله، عجبني بزاف هاد الستيل ديال هاد الكتبة هادي. يا سلام، حاجة واعرة بزاف. وكما كتشوفو لانترو، غادي نسمعو لها. فوالا داكشي، يا سلام لي زيفي سبيسيو واعرين بزاف. كما كتشوفو هاد دوك الكتبة، يعني 3D، داكشي زوين بزاف. فوالا، فضل الله عليك كثير. سعد المجرد دائما يبدع، لا من ناحيه يعني الستيل ديال الاغاني، لا من ناحيه يعني بزاف ديال الحوايج. غادي نعاودوا لانترو نسمعوها. عجبني تاس يعني الديكور ديال الكليراج، واعر بزاف. يعني استوديو فين صوروا هذا، داكشي طوب. فوالا ديك التخوات ديال اللي جات، راها اذا سمعتو راها غاديه مع الموسيقى، يعني ماشي غير هكا بوحدها. فضل الله عليك كثير في كل حين. الستيل ديال الكسوة، يا سلام، زعما سلم جرد يعني عارف فوقاش يلبس داك الستيل اللي من داري كنشوفو يلبس، يعني داكشي راب وهذا وكدا. عاوتاني ملي كتكون الأغنية يعني عندها واحد الميساج، واحد داكشي يعني ديني وهذا، يعني كيلبس داكشي كلاس وتبارك الله عليه. فوالا هالكتبة اللي قلت لكم، حاجة واعرة بزاف. حتى فين راه واقف، إلا راكو تشوفو فين راه واقف، يعني بحال مرايا، يعني راها كتعطي يعني الإنعكاس ديال 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 سعد المجرد في المرايا لتحت. وإن ضاقت بك الحيل، حتى الكلمات واعرين بزاف، استغلوا الكلمات. وتقطعت بك السبل، فحبل الله موصول. فوالا ميساج واعر، كلمات يا سلام. نعود لها شوية. خليها على الله. إن كان الهم عليك ثقيل يا الله، إن كان الهم عليك ثقيل نادي يا الله. داكشي طوب. هاي المرايا دابا بانت بزاف اللي قلت لكم. أحسست بضيق وكما شفتوا هنايا، راه ليكليراج راه كاين واحد يعني واحد البروجيكتور اللي راه ضرب من الفوق. كما كتشوفوا الخيال هنايا راه ما ضربش الخيال يعني اون فاس الحيط، ولا راه في الارض، يعني ليكليراج راه جاي من الفوق. فوالا كتبة 3D واعرة بزاف. و لي بلون اللي راهم دايرين في الكاميرا في الكليب، لي بلون اللي كاينين يمكن كاين واحد 3 ولا 4 بلون. دابا هذا باش كيعجبك سالم جرد، يعني لا سامبليسيتي، يعني داكشي سامبل و اون ميم طون يعني ميساج و واخا لا سامبليسيتي، ولكن صعيب يعني باش دير هكا يعني شي حاجه اللي في هذا المستوى هذا. تبارك الله عليه. فوالا حتى الكورال اللي راك تسمعوا دابا، يعني فيه كبار، فيه دراري صغار، فيه كلشي، يعني كيقول ديك نادي يا الله. الا كنت تسمعوا استغلوها مزيان.
انا غير باش شفت هاد دابا هاد الهضره اللي راه كنقول هاد لي كومونتير اللي كنقول راه والله ما وجدت لهم حتى شي حاجه، راه ما وجدت لهم والو، يعني كيجيو هكا سبونطاني. وداكشي اللي بغيت نشارك معكم يعني حاجه عفويه، ماشي كنبقى نقول لا شنو غادي نقول هنا وشنو غادي نقول هنا، كيجي داكشي عفوي هكا كنشوفو كنعلقو عليه ونحاولوا نحللوا هاد الكليب هذا مزيان. كاين هاد البلون هذا اللي كما شفتوا يعني الاكليراج ضرب يعني غير في لاغير بلون، ما كاينش الاكليراج في يعني البيرسوناج كاين غير في لاغير بلون، كيعطي واحد لو شارم اللي هو زوين بزاف. هذا بلون لارج وكاين لو بلون سيري، هذا ميديوم يعني موين، بلون ما بين لارج وما بين سيري. هذا لارج، هنا الاكليراج تبدل حتى تدخل لذاك السولو، عاد الاكليراج تبدل ديال الكليب. فوالا فيولون، يا سلام فيولون واعره بزاف. يا سلام يا سلام، يا سلام فيولون واعرة بزاف تبارك الله عليه. عش بالقسمة راضيا لعطاء الله شاكرا. فوالا عاد دابا دخلوا يعني الدوزيام ديكوراسيون اللي هي بلورونج، الاول كانوا البلو دابا لورونج. بلون سيري، ملي يعني كنقولوا سيري يعني شي حاجة اللي هي ضيقة، ان بلون سيري. وهذا ان بلون لارج، لي زيفي واعرين، يعني كيما كيدير بيدو كيتبعو داك الضو. وانظر لنفسك واثقا تجد مكانا مشرقا. حتى الكلمات واعرين بزاف، كلمات ديال رضوان ديري والحان الحان رضوان ديري باردون، وكلمات زكريا حداني، توزيع وميكساج وماستر رشيد محمد علي. الفيولون ما عرفتش شكون اللي لعبها الفيولون، يمكن رشيد محمد علي. لا هي فيولون عادل شغفي. فوالا نزيدو نتبعو نكملو الكليب. وحتى الكسوة يعني ما بدلش الكسوة، ولا احتاج يدير يعني واحد جوج كساوي ولا ثلاثة، كوستيم كلاسيك داكشي سامبل وزوين. والمهم يعني في الأغنية والكليب أنه داك الميساج يوصل، دا هو المهم. فوالا شوفوا ديكور واعر، ديكور واعر، شوف الله هنا يا مكتوبة، هو يعني نادي الله. يعني الواحد واخا في هذه الحياه يعني قنط ويتعذب ويفوت يعني بزاف ديال الصعاب وبزاف ديال الحوايج، يعني ما يقنطش من رحمه الله ودائما يدعي وربي يستجب له. علاش لا؟ داكشي يا سلام. حتى الاستوديو اللي راه فين صوروا جو بونس راه صور في باري فرنسا، الاستوديو دائما كيصور فيه، هو اللي يمكن يصور فيه نجيبك صور فيه بزاف ديال الاغاني اللي صورهم في هذا الاستوديو هذا. يا سلام، فوالا هنايا اللي بغيت ابونا. وما كاينش كثره الديكوراج وكثره كيما نقولوا لهذا، يعني جاي داكشي سامبل وواضح وزوين. فوالا داكشي يا سلام المعلم تبارك الله عليه. فوالا الخوت، هذه هي كانت الحلقه ديالنا ديال الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون يعجبكم وحاجه خفيفه ظريفه باش ما نطولش عليكم، وتبارك الله عليكم
وخليونا يعني ما تنساوش تابونا وتبارطاجيو لا فيديو، ديروا لايك، ديروا كومونتير، يعني اي فكره جاتكم في البال يعني تقدروا تقولوها لنا نديروها، يعني مرحبا بافكار ديالكم، وتبارك الله عليكم، وتلاقاو في فيديو الجاي. Peace.